ومن أخبارنا أيضا، استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السفير الإيطالي بالقاهرة، وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الاقتصادية القائمة مع الجانب الإيطالي في عدة مجالات، موضحا أن المشروعات التي أقيمت بالتعاون مع الشركات الإيطالية تمت في إطار من الشراكة الحقيقية، بما يؤكد على تميز العلاقات بين البلدين. وأكد السفير الإيطالي أن هناك اهتماما متزايدا من قبل الدول الأوروبية للاستثمار في مصر في ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، مشيرا إلى تطلع الشركات الإيطالية للمزيد من التعاون مع مصر في كافة المجالات. وجدد السفير الإيطالي دعم بلاده الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن بلاده تتابع عن قرب العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية حاليا في شمال سيناء، باعتبارها ضربة قوية ضد الإرهاب.